بهدف إحياء ذكريات البيت السعودي في مونديال قطر 2022 والذي كان يحتضن الجماهير السعودية آنذاك، ارتأى الاتحاد السعودي لكرة القدم ليعيد تجربة من جديد في كأس أمم آسيا قطر 2023، وذلك بتسمية مختلفة. فأهلا ومرحبا بكم في بيت الصقر السعودية. بيت الصقر السعودي يتوفر على أربعة أركان هي متجر الصقر، متحف الصقر، المقاهي والمطاعم والشاشة العملاقة التي تذاع عليها المباريات، بالإضافة إلى منطقة الألعاب والتحديات الخاصة بالجماهير. أنا بسميه بيت الخليج. أول شيء هو بيت الصقر، فعلاً بيت الصقر السعودي، كأنك في بيتك، كأننا في الرياض، والله ما حسينا بفرق سواء في الرياض ولا في الدوحة. هذا أولاً، شكر كبير لقطر وحب كبير لقطر. شكراً جزيلاً للشارقة هذه الاستضافة. وفي شيء بس ودي أنوه عليه، على الشارقة خصوصاً في الإمارات، ما شاء الله عليكم، أنتوا داومون 4 أيام في الأسبوع. احنا نداوم كل الخليج يداوم 5 أيام، الشارقة الوحيدة تداوم 4 أيام، أتمنى يطبقونها على البقية صراحة. مكان ما شاء الله ما عليه أي اختلاف، والأجواء حلوة ما شاء الله، والله يوفقكم إن شاء الله ويسعدكم يا رب العالمين، وشرفتونا بحضوركم، الله يرضى عليك يا رب إن شاء الله. إن شاء الله السعودية 4-0. متجر الصقور، إذن من بين الأركان المهمة والمميزة في بيت الصقر السعودي، حيث سنشاهد وإياكم مختلف الأقمصة والمنتجات المتاحة للجماهير. بداية صراحة حبيت أول شيء أزور البيت السعودي اللي هو بيت الصقر اللي هو في كتارة، وحبيت كمان أزور متجر الصقور. صراحة فيها تيشيرتات وفيها باك باك وفيها الكوب، هذه جميلة جدا ومميزة وعصرية في نقشاتها واستخداماتها، صراحة استخداماتها متنوعة جدا في السفر وغيره. حقيقة ما شاء الله شيء يرفع الراس، احنا شفنا حاجات هنا بالنسبة للأقمصة المنطقة السعودي بألوان مختلفة، في شنط، في أدوات للسفر، في ميداليات، في أمور، يعني شيء الشخص اللي بيجي الآن هنا في حاجات صراحة يستفيد منها في تنقله من مكان لمكان، وشيء جميل وشيء نفتخر فيه صراحة. منطقة الألعاب تشهد توافداً كبيراً للجمهورية السعودية هنا في هذا المكان المميز من البطولة الآسيوية، خاصة لعشق الجمهور السعودي والعربي للساحرة المستديرة. والله هذا يمثل شرف لنا كسعوديين ان نستضيف اخواننا في الدول العربيه وفي دول الخليج. مكان البيت السعودي للجميع، مو للسعوديين فقط، للسعوديين وغير السعوديين. ومكان البيت السعودي او الصقر السعودي صار يعني مثل المكان السياحي موجود في قطر، يعني انت تزور وسوق واقف، تزور درب لوزير، ويعني لازم تزور البيت الصقر السعودي. هو بيت الصقر السعودي للجميع وليس للسعوديين فقط. بس حبيت انوع على بعض قناه الشارقه، قناة شرق أفضل قناة تنقل مباريات الفريق المفضل برشلونة ومباريات الأوروبية في فترة الصيف. الله يعطيكم العافية. في هذه الزاوية المميزة من بيت الصقر السعودي يتم استعراض عبر هذه الشاشة مجموعة من أبرز أهداف المنتخب السعودي، مثل هذه اللقطة وهذه الأهداف المسجلة تاريخياً من خلال مشاركة المنتخب في مختلف البطولات المحلية والعالمية. هنا هدف سعيد لعويران ضد المنتخب البلجيكي في كأس العالم عام 94 في الولايات المتحدة الأمريكية، هدف
اعتبر بهدف مارادوني على طريقة دييغو أرماندو مارادونا. نشاهد هذا الهدف الثاني كذلك والمسجل من طرف الأسطورة كذلك شائعا فيسا ضد المنتخب الصيني في نهائي كأس آسيا عام 84 901 من أبرز الأهداف السعودية. العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 كانت أول مشاركة للمنتخب السعودي فيها. طبعا فزنا على بلجيكا وفزنا على المغرب وهزمنا والله ما أتذكر المباراة الثالثة، لكن المهم في هذه البطولة تأهلنا للدورة 16. نعم، أول شيء مثل الأهداف الثلاثة، أول هدفين هدف سعيد العوران وهدف شايع ما لحقت عليهم صراحة، شفتهم يعني بالتلفزيون مع الذكريات وكذا وباليوتيوب برضو. هدف سالم شفته بالتلفزيون ويعني كان صراحة يمكن من أحلى الأهداف اللي شفتها في حياتي، من ناحية الفرحة، من ناحية الحماس، الجمهور على الفريق اللي سجلت عليه معاهم ميسي وبطل العالم بعد كذا خذوها. فمن أجمل هدف في حياتي صراحة شفت هدف سالم. حيث كذلك من خلال هذه الأرضية يتم تجربة التسجيل على طريقة النجوم السابقين للمنتخب السعودي، هنا على طريقة سالم الدوسري والهدف ضد منتخب الأرجنتين. خزينة الصقور واحد من بين أركان هذا المكان في بيت الصقور السعودي، يتم من خلاله استعراض مجموعة من الأقمصة السعودية التاريخية ومختلف الألقاب التي تم تحقيقها من طرف المنتخب. زي ما انتم شايفين المتحف هذا يحكي عن تاريخ الكرة السعودية والإنجازات اللي حققتها، وأكيد يعنينا الكثير، فهو إرث وتاريخ للكرة السعودية وأيضاً الكرة العربية والإسلامية، فأكيد سعيدين وهذا يمثلنا في النهاية. ودي أتكلم عن جانب مهم هنا واخترته أنا بالذات لأنه عاصرته، اللي هو كأس العالم 2022. طبعاً هذه النسخة كانت استثنائية بالنسبة لنا صراحة، كانت في النهاية مش اللي نتأملها، ولكن بدايتها كانت جميلة بحيث نحن فزنا على بطل العالم اللي هو الأرجنتين. وبالمناسبة أنا كنت حاضر المباراة، فكانت أجواء استثنائية، فرحة أنك تشوف فائز على بطل العالم، فائز على لاعب مثل ميسي، فهذا شيء دفعنا وحفزنا كثير. وإن شاء الله للنسخ القادمة سواء بطولات آسيا ولا بطولات كأس العالم راح نحقق أكثر منها قبل إن شاء الله. إذن تجربة مميزة بالنسبة للجماهير الحاضرة في بيت الصقر السعودي، من شأنها أن تعطي دافعا مميزا للجماهير العربية والسعودية الحاضرة في بطولة كأس آسيا، خاصة مع تميز المكان وكثرة وتنوع فعاليته.